سوريا بلد الخير والعطاء، والناس تزرع وتأكل بعيداً عن ارتفاع سعر صرف الدولار أو نزوله. رجعنا حيينا أرضنا وزرعناها والحمد لله خيرات الله كثيرة، ومن فضل رب العالمين عم ننزل على الأسواق كلها خضرة، شغل بلادنا من أرضنا من ميتنا، ما بنحتاج نجيب أي شيء من برا. هكذا يروج نظام الأسد للصورة الرومانسية عن خيرات سوريا ومقدراتها، ومن جهة أخرى ترفع أسعار المواد الغذائية الأساسية لتزيد هموم الناس وحيرتهم في تأمين لقمة العيش. الأسعار التي رفعتها المؤسسة السورية للتجارة بأكثر من 100% تعود بعد 24 ساعة لتعدلها، ولكن تبقى الزيادة الجديدة تثقل كاهل السوريين لتبرر هذا التعديل كي يتماشى مع سعر صرف الدولار الجديد البالغ 1250 ليرة سورية، بزيادة 285% عن السعر السابق بحسب ما حدده مصروف النظام المركزي. بعض المواقع الموالية للنظام تداولت أخباراً عن إيقاف بيع الرز والسكر المدعومين بعد قرار رفع سعرهما بناء على قرار من مراكز السورية للتجارة في عدة مدن مثل حلب وطرطوس واللاذقية والسويداء، مع ازدحام شديد أمام صالات البيع خوفاً من ارتفاع الأسعار أكثر في الأيام المقبلة. السورية للتجارة أسعارها لازم تكون أدنى من هيك، في شغلات بتكون أرخص من السوق برا وفي شغلات عم بتكون أغلى، طالما بدها تحل محل السوق بدها تمارس دورها لك طبعا، بس لسه لا ما لأخذ دورها. ارتفاع جنوني للدولار وتحليق للأسعار يترك القائمين على السوق السورية وتأمين المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في حالة تخبط، ويضع الناس أمام مواقف صعبة وخيارات قليلة من أجل الاستمرار في المعيشة.